عمي صابر. شايفة؟ خالتي. شفتي شو حلو؟ تفضلوا أنتوا بالأول. هذا البيت؟ البيت حلو كتير. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بياخد العقل. ألف مبروك، الله يهنيكم فيه. يخلي لنا ياكي. إن شاء الله. ألف مبروك يا أختي. الله يبارك فيك أخي. خلينا نشوف البيت جوا. تفضل. تفضل عمي. عم عليك. تعا. بيت زاهين حلو كتير. معك حق. وهي غرفة القعدة. ما شاء الله. الله يبعثك كل خير يا ابني. حلو كتير. ما شاء الله هالبيت حلو كتير. شفتي المخدات شو حلوين؟ ايه ايه. سارة، البيت حلو كتير بصراحة، مثل الأصل. ايه كتير. كل شي فيه ايه كامل. يلا تعالي حتى بورجيكي غرفتي. ايه يلا. فوتي اختي. شو عجبتك؟ حلوة كتير سارة. انا مو عرفانة شلون بدي اتشكرك. لا بقى تحكي هالحكي. خلال يومين رح نستقر هون، وبعدين رح نسجل الأولاد بالمدرسة تبعهم. تفضلوا أبي. يلا. أمي، منشوف غرفتكم وبعدين منشوف غرفة الأولاد. يلا دعوا. يلا بسرعة. يلا خلونا نروح. يلا مشي. من هون أبي. ماشي. الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك دائماً.